نحكي من غيرها هي ودي عمري رفيقة صغري حتى في كبري وفي المولودية يا وما نحكي من غيرها هي ودي عمري رفيقة صغري حتى في كبري وفي المولودية. بسم الله الرحمن الرحيم. عمي عمر الطنوني جانا حطاء للعميل في فترة الجيل الذهبي لنادي الشعب. مرحبا بك معنا في صفحة الأنصار مولوديا نيوز. شكرا. البداية تاعو هي صارت لما لعبنا كأس المغرب في تونس، لما شافوا الفريق تاعنا كيفاش تعاملنا مع الاسبيرونس وكيفاش تعاملنا مع الكلوب افريكان. لما كان الاسبيرونس الكلوب افريكان كانت المستوى عالي عالي جدا، المستوى تاعهم في هذاك الوقت كانوا لي كلوب كيما يقول لك فار تاع كلوب افريكا هذوما اللي كان فيها عطوكا في كانت فيه وليسبيرونس كان تميم وعقربي وكان طارق دياب، كانت متكونين الكلوب افريكا وليسبيرونس كانت متكونين الفريق الوطني تاع التونسي من هذاك من الكلوب افريكا ومن ليسبيرونس. كي شافوا الفريق مولودية الجزائر لعبنا هذاك الدوره تاع المغرب ودنا مقابله لاباس بهم ولحقنا النهايه وخسرنا بضربه الجزاء. هذاك الوقت كان تم عمي اسماعيل خبطو الله يذكره الله يرحمه حامد زوبا، وكان البريزيدون الرئيس تاعنا عبد القادر الدريف، وكان سي بلامان الله يرحمه تانيك، وكان قطرنجي، وكان بوعلم طابيوكا، يوسف حسينة مالوفي، والدكتور بن مرابط، هادو هما اللي كانوا المسيرين تاع الفريق. لما شافوا الفريق لما المستوى طوين لعبنا قالوا لنا استخبروا قالك وقيلا نشوفوا نتحدوا باش نلعبوا المقابله تاع كاس افريقيا. لما كان كاس افريقيا تكلموا مع المسؤولين مع وزاره الشباب والرياضه ومع الفيدراليه، هذاك الوقت قالوا لهم يا ودي الكاس افريقيا صعيب بزاف باش نلعبوه الجزائريين دو. قال لهم لا انا ماشي صعيب، عبد القادر الدريف الله يذكره بالخير قال لهم ماشي صعيب، قال لهم انا ناخذ المسؤوليه ونديروا لهاد هاي كيفاش بدينا. قالوا له ماهوش ممكن تقدروا تلعبوا الكاس افريقيا خاطرش كيما نقولوا حنايا هي كانت اغلبيه في الماليه كانوا الطيارات والفندق والفنادق، وهي كانت كيما نقولوا حنايا غاليه الحاله كانوا ما يقدروش. ولكن قالوا لهم الفيدراليه قالوا حنا ما ناخذوكمش اون شارج. جاء عبد القادر الدريف قال لهم انا ناخذ مسؤوليه في كلش، وخد المسؤوليه وبدا المشوار تاعنا تاع الكاس افريقيا. عمي عمر انتم اللاعبين كيفاش كنتوا تخموا في هذه المشاركه؟ ولا غير كنا كيفاش نخموا هذه المشاركه؟ كنا نخمموا لها والله غير مشينا مع لما قلنا استخبر معنا وهضر معنا دنا كيما نقولوا حنا ريونيون مع لي ريسبونساب وقلنا له حنا ماشيين معاك 100% ما فيهاش مشكل. والله شوف والله المشاركة اللي كنا رايحين حنا ما كناش مخممين ومحسوب جات في بالنا باللي نلحقوا النهاية، حنا قلنا تجربه تاع نشوفوا شنو هي افريقيا وشنو هي كاس افريقيا وتجربه لينا باش نشوفوا قلنا هذا العام هذا نشوفوا تجربه
ونشوفوا الحاله كيفاش كيفاش لي ديبلاسمون الافريقيا وال كيما نقولوا حنايا المكان تاعهم كيفاش عامل كيفاش كره القدم تاعهم هذوما الافريقيا وتاع حنا حبينا نستقبلوا ونشوفوا وقلنا ما احنا ما قلناش لا قول النهايه تاع الكاس افريقيا هي كانت ماهوش ممكن باش هذاك الوقت تخمم باش تلحق النهايه قلنا نلعبوا المراتب الاولى ولا لحقنا كارد فينال ولا كانت لاباس لاباس نشوفوا برك هذه كيفاش كانت العقليه تاعنا عمي عمر على بالنا بلي المباراة في افريقيا كلها كانت صعبه لكن حبينا تحكي لنا عن مباراه الاهلي المصري في استاد النصر او استاد القاهره حاليا حيث العديد من الروايات للاعبين سابقين قالوا باللي دخلوا للمباراه غالقين ودنيهم بسبب الضغط الرهيب من الجمهور المصري ايه ما داروا على كل حال هذيك المقابله داروا لنا الضغط علمش داروا لنا الضغط هما كما نقولوا حنايا عندهم كيفاش باش يديروا الضغط على الفريق اللي جاي علمش خطر حنا هنا تغلبنا عليهم بثلاثة مقابل صفر هي ثلاثة مقابل صفر ما كانوش يظنوا في بالهم باللي المولودية تربحهم بثلاثة صفر هما كانوا دايرين في بالهم باللي كي يجوا الجزائر هما داروا روحهم رابحين ألافونس والقضية تاع الحارس المرمى اللي كان ايه هي ومن بعد هي كي لحقنا لمصر كي لحقنا لمصر لما نروحوا ندربوا يجوا مورانا بالطوموبيلات وبالعلامات تاع الاهلي وكذا ويواسئوا لنا كل يوم تاخذوا خمسه احنا على بالك خلينا بعدين انا قلنا في كلش يتلعب في الملعب والقضيه تاع الحارس المرمى تاع مدير الجزاء اللي كان يحاولوا الطاقيه هي لما احنا هذاك النهار كان كاوا كان في نهار وهذاك النهار والله صح سلكنا واحد أربعة ولا خمس كات سين كتير كانوا كامل داخل كاوا هو اللي خرجهم وكانت واحد لما نحل كاسكيطان رماها مول اللي فيني وهو ما عم بالهم هذيك محسوب هذيك هي اللي ما يخليش البالون يدخل ولما بعثوا واحد بعثوا كيما نقولوا حنا سيبورتير راح يمن لور نحى هذيك الكاسكيطه وعاود راح يجري وجرى موراه واحد ثاني واحد الديريجون تاعنا كان تما يقولوا له يوسف حسينه طلع له في الكرياج نحى له الكاسكيطه هاك هل حسيتوا بعد المباراه بلي كاس افريقيا راح تكون لكم؟ والله غير لا ما قلنا نكملوا المشوار تاعنا لما كنا حنايا كيما نقول لك لما ربحنا مصر كانت كيما نقول 50% باش نتأهلوا للنهائي كانت 50% ما كنا ننتظروا هذيك كانت من بعد لعبنا مع إنيغورون جانس هذوك اللي كانوا لي شغل تي بي زومبي هذوما كانوا الفريق نقول لك عظيم وواعد بزاف هذاك الفريق ودارنا صعوبات في إنيغورون جانس دارنا صعوبات بزاف تهزمنا بهدفين مقابل صفر هذاك النهار احنا هذاك النهار ما كناش في نهارنا على كل حال ولما لعبنا العودة في 5 جويلية تغلبنا بثلاثة صفر تم كي تغلبنا على 3-0 تم عرفنا باللي ان شاء الله لحقنا النهائي نعود نقول لك عمي عمر وشنو هي احسن مباراة قدمتها في كل بطولة احسن مباراة قدمتها في كل بطولة الافريقية في كل بطولة افريقية شنو هي احسن مباراة هي احسن مباراه هي على بالك هي النهايه مع غينيا حافيه هي مع حافيه كوناكري هي احسن مقابله اللي يعني سوالي محمد الله يرحمه كان حدثك مره على الفرق بين انصار المنتخب وانصار المولوديه اللي دائما يعمروا 5 جويليات تقدر تقول لنا واش دار بيناتكم من حديث والله
تعرف هذاك النهار الرئيس الراحل اللي هو اللي بومدين الله يرحمه تكلم قال لي كيفاش كي تلعب المولية الجزائر أحسب كان جمهور كبير غاشي قلت له على كل حال وخلي كي يلعب فريق الوطني ما كاش بزاف غاشي ايه فهمته قلت له المولودية الجزائر قلت له على بالك فريق تاع التورة على كل حال فريق تاع التورة بدا في 1921 وقلت له كان عنده مجاهدين وكان هذاك الوقت كان يلعبوا مع الفرنس العرب مع الفرنسيين وبدات قلت له بدات كانت تسمى المولوديات تدافع على العرب على الجزائريين العرب وضد الفرنسيين وتسمى قلت له قعدت هذاك الوقت الفريق عاد محبوب ومن بعد زاد كما يقول لك في السبعينات كانوا تكونوا شبان اللي خداو المشعل في 71 وين دينا الاول قلت له اول اللقب كان هي كاس الجزائر في 71 قلت له من تم دينا نديروا الكيوس ودينا لي شامبيونا ولحقنا حتى دينا لي كوب دي ماغريب ولحقنا النهائي تاع الكاس افريقيا مع عافية كوناكري قلت له ودينا التوروت كما يقول لك تريفلي هذاك العام قلت له على هذيك الغاشي ويحبوا الربح ويحبوا الفنيات قلت له يحبوا الفنيات ويحبوا الفريق اللي يلعب يفرح في الملعب. شيخ بعد الفوز كيفاش احتفل بكم الرئيس هو ريبو مدين بعد الفوز؟ كيفاش احتفل بكم؟ عيط لكم؟ ايه في الفوز كانت انا شافي ليلة رمضان والله قال لهم لما راح خطر على بالك هو في ضربة الجزاء تاع باشي كي لما راطاها خرج على بالك الرئيس كان بالسيجار ضرب بالسيجار وزعف وراح هي على المزاد انا نقول لك على المزاد خاطر يحكيوا لنا كان الوزير تاع الرياضه وزير الشباب تاع الرياضه تاع غينيا لما راطاو البينالتي ناط ودار بيدو هكذا تسمى الرئيس ناد وراح وكمل المقابله في دار كمل المقابله تما لما سمع باللي ربحنا ودينا وشاف هذاك الجمهور كيفاش خرج في الجزائر كيفاش ديك الفرحه تاع الجزائريين وكيفاش فرحنا الجزائر كامل قال لهم قال لهم اللي شافي علاهم الله يرحمه اتصل بالبريزيدون تاعنا قال له قول لهم لازم يجيبوهم لي غدوه اللاعبين نرسل لهم هاي كيفاش صار وغدوه مداك احنا الاقصر الشعب ديالو هل صحيح انه من عشاق المولوديه؟ صح آه. كان يحب لا يحب كره يحب الكره كان يحب الكره ويحب المولوديه لما لحقوا لا فينال تاع كاس الجزائر الشعب تاع مولوديه الجزائر يبدا يقول حبينا لاكوب سيد الرئيس عطينا لاكوب قبل التتويج المولوديه بعام توجت رفقة المنتخب الوطني بذهبية ألعاب البحر الأبيض المتوسط بعد الفوز على فرنسا في النهائي حدثنا قليلا عن هذه الدقيقة ولا غير هذيك الدقيقة هذيك واش نقول لك ما نقدرش نعبر لك الفرحة ما تقدرش خاطر لما تشوف الفرحة ديجا الفرحة هي الجمهور اللي كان يستنى هذيك الميدالية الذهبية والأول كما نقولوا احنا البريميتيت البريميتيت تاع الجزائر هي الميدالية الذهبية في كرة القدم هذيك هي اللي محسوبة شبحت الألعاب
تاع البحر المتوسط تاع 75 هي اللي شبحت الالعاب كامل. لما لو كان خسرنا الميداليه الذهبيه هذاك النهار كانت الالعاب كامل اللي راحوا فينا، وهذيك هي اللي شبحت الحاله. والشعب كي تشوف الشعب كامل يسنى كما يقول لك يسنى فريق تاعو تاع الوطني، فريق الوطني لما يلعب مقابله كبيره ويتاهل في هذيك المقابله، شوف الشعب كيفاش يفرح كيفاش. دونك انا ما نقدرش نعبر، الشعب هو اللي يقدر يعبر لك الفرحه هذه. هل كنت تتوقع ان تحقق كل هذا النجاح في مشوارك الكروي؟ والله على كل حال كنت علمهاش دوك نقول لك علمهاش النجاح هذاك. النجاح لما تكون تخدم وتحب الكرة القدم، تحبها لازم تحبها باش وتخدم كما نقولوا حنايا اكثر واكثر، تزيد من عندك، تزيد اكثر واكثر من عندك، ماشي غير من عند المدرب، لازم تزيد من عندك اكثر واكثر الخدمه اكثر واكثر. وقد ما تخدم في كره القدم تقول مازال، قبل ما خدمة تخدم تقول مازال. وكما يقول لك احنا بالخدمه هذيك اللي تجيب هذه النتيجات هذوما. شنو هو الفرق بين مولديه السبعينات والمولديه الحاليه؟ والله شوف مولديه السبعينات انا نقول لك مولديه السبعينات اليوم هي كانت فاميليا، هي كانوا لاعبين طلعنا كامل صغار، كامل كيف خو قعدنا كيف كيف ولعبنا كيف كيف ناكلوا كيف كيف كلش كيف كيف. ودوك كيما نقولوا حنايا المولوديه تاع اليوم احنا نزيد نقول لك شعبنا كيف كيف قعدنا مع الشعب مع كذا كلش كيف. المسيرين كيف كيف قعدوا معنا المسيرين هما، ولكن دوك هي تبدلت الحاله. على كل حال اليوم لو رجعت كيما نقولوا حنايا الماليين الدراهم هما اللي يمشوا الحاله اليوم. علماش فريق ما يقعدش لعاب ما يقعدش ثلاث سنين في فريق، هاك تشوف اليوم راهو هنا غدوه يروح ليه غدوه يروح تسمى. انا نظن باللي ماهوش فارق الشعب مولودية هو كيف الأنصار كيف ولكن اللاعبين يروحوا ويجوا فهم. اللاعبين يروحوا لما يروحوا ويجوا الفريق ما يقدرش يقعد كيما نقولوا حنا، ما تقدرش دير فريق اللي يقدر يلعب مستوى عالي، ما يقدرش يلعب مستوى عالي. هاك شفت جربوا نحيوا 15 لعاب وجيبوا اللاعبين وزيدوا نحيوا الاخر وجيبوا لا، ما هذيك ماهيش ممكن باش تقدر تسير فريق ولا تقول الفريق تاع حاليا وتعطين الفريق تاع السبعينات. هي ماهيش كيما نقولوا حنايا كيف ما هي يعني غروند ديفيرونس، فيري غروند ديفيرونس. شيخ شنو هي احسن ذكرى في مشوارك الكروي؟ والله غير احسن ذكرى هي الميداليه الذهبيه مع الفريق الوطني والكاس الافريقي مع مولوديه الجزائر. واسوأ ذكرى؟ اسوأ ذكرى يغيد على بالك اسوأ ذكرى اللي صارت لنا. احنا كنا كما نقول لك كنا عائله كبيره، اللاعبين اللي كانوا معنا صغار وكذا والدنيا. وحنايا لما بعثوا لنا التيركس من المينيستر لا جينيسي و سبور من الوزاره باللي قال نحيو سته لاعبين الاساسيين كما يقول لك. وهذيك هي تما نهار حبسونا من المولوديه، هذيك هي السوداء علماش. قلت له كان ما حبسوناش من المولوديه كنا راح نزيدو نديرو واحد نديو زوج ولا ثلث كيوس تاع افريقيا لو كان ما حبسوناش. ولكن حبسونا ومن هذاك العام مولوديه الجزائر قاعدة تعاني من هذاك العام لحد الحالي. المولودية. مولودية نقول لك مولودية كبيرة بزاف، مولودية شعب عظيم ومولودية كبيرة بزاف. عمي عبد القادر ظريف
عمي عبد القادر دريف مسير اكبر مسير تاع اللي جازوا في المرديه الجزائر هو عبد القادر دريف، هو اللي دار احسن المشوار ديالو. مرحوم هو ريبوم ديان، مرحوم هو كما يقول لك الراحل هو ريبوم ديان، انسان عظيم ورئيس ما نقدرش نعبر لك عظيم، انسان كبير، رئيس كبير بالبزاف، وهذاك هو اللي كان لازمنا اللي مشى الحال مشى الجزائر. كاس افريقيا، كاس افريقيا ما كناش ضامنين نديو الكاس، ولكن جاء في التاريخ كما يقول لك. ومباراه ما تنساهاش، مباراة هذوكم تاع كاس افريقيا والميدالية الذهبية. وعلي بن شيخ، علي بن شيخ لاعب كبير وفنان. وعيسى دراوي، عيسى دراوي كذلك جران جوار وفنان تانيك. وشعب المولودية، شعب الانصار تاع المولوديه ما كاش كيما الانصار تاع مولوديه الجزائر، ما كاش كيما الانصار تاع مولوديه الجزائر، ما كاش كيما الانصار تاع مولوديه الجزائر. كانش لاعب يعني بدون حراسه، بطروني حاول يراوغ، بطروني فتحه هدف هدف بطروني مره اخرى روعة، خطرت البالي باللي لازم يكون هدف، وفعلا كان وأثمرت النتيجة. المجهود الجبار لبتروني إثر المراوغة، ودخلت أخذت طريقها نحو الشباك، هدف نظيف رائع وجميل. ومن اللاعب الدولي الكبير هذه الإعادة، بتروني يبقى فارق الآن في هدفه. شوف كيف تقطع باخته، أما ممتاز جميل جدا. بوسري، بوسري لمن؟ Le premier grand titre international des clubs est l'œuvre du Mouloudia d'Alger. Juste récompense historique pour le doyen des clubs algériens. <t'en>